والحقيقة ان احنا دايما بيشغلنا احداث نهاية العالم واخر الزمان، وهل احنا وصلنا للمرحلة دي ولا لا؟ هل ما يحدث دلوقتي هو نهاية العالم زي ما رسولنا الكريم يعني كان قال لنا في احاديث كتيرة، وشفنا يمكن علامات من علامات الساعة حصلت وحاجات ما حصلتش؟ اللي احنا محتاجين نعرفه اكتر طبعا من ضيفنا الكريم اللي منورنا النهارده في الاستوديو، دكتور عبد الدايم الكحيل المفكر الاسلامي. برحب بحضرتك، يا أهلا وسهلا، أهلا منورنا. وسهلا، بارك الله بكم. يا أهلا، يعني عايزين نعرف من حضرتك اكتر، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصور لنا الواقع وكأنه يراه؟ أكيد طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد صلى وعلى الله آله عليه وسلم. وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى. فمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزات وقعت في زمانه، والمعجزة الكبرى التي جاء بها هي القرآن الكريم الذي أحكمه الله لغويا وبيانيا وبلاغيا وعلميا وعدديا. فهو كتاب كما وصفه الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت أحكمت آياته. آياته. بالإضافة لذلك، نحن اليوم نعيش في عصر الفتن فعلا، وعصر البعد عن الله، ونحن اليوم لا نرى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل أودع في كلام حبيبه عليه الصلاة والسلام معجزات غيبية ستظهر بعد 1400 سنة. فإذا رأيناها نحن اليوم، ورأينا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، سوف نستيقن أنه بالفعل لا ينطق عن الهوى، وأن هذا النبي كأنه يعيش بيننا اليوم. طيب، اليوم يمكن أن من البديهيات أن الفتن كثرت، واليوم مواقع الإنترنت كلها فتن، يعني الفيديوهات الأكثر مشاهدة هي التي فيها فضائح، صحيح، وفيها نميمة على الآخرين، وفيها استهزاء بالآخرين، كاميرا خفية وكذا، وفيها فتن تتعلق بالقتل وتتعلق بالدمار، ما نراه اليوم من أحداث، صحيح. وبخاصة في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي، في فلسطين وغيرها. طيب، هناك شيء آخر كثر جدا في الإعلام: الكذب. يعني اليوم الإعلام العالمي يقوم اليوم على الكذب، بمعنى حتى رؤساء دول عظمى يكذبون من أجل مصالحهم الشخصية. طيب، لدينا شيء آخر أيضا لم يكن معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الفتن كثرت، الكذب والتضليل كثر جدا، واليوم في زمن النبي كان هناك سوق اسمه سوق عكاظ. كان هناك في مكة سوق واحد أو ربما اثنان. اليوم نحن السوق مقارب للسوق، يعني تجدين مثلا هنا مول تجاري، بجانبه سوق تجاري، بجانبه كثرت الأسواق. آلاف. وكذلك أصبح مرور الزمن سريعا، يعني قديما حتى نحن نشعر بهذا الوقت، بهذا صحيح، الأمر. كلنا بنتكلم قبل على سنوات كان الزمن له مرور بطيء نوعا ما، أو نشعر به. اليوم يعني يمضي النهار لا نشعر به بسبب الأسبوع سرعة كله الأحداث. بيخلص، ما بنحصلش، ما أيوة بنحسش نعم، بيه، والسنة بتيجي ورا السنة من غير ما نحس. بالضبط. حتى عندما مثلا يأتي شهر رمضان المبارك لا نشعر إلا وقد انتهى. طيب، الأشياء التي ذكرتها الآن، أنا أربعة أشياء. تفسير ده إيه؟ نعم، النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام والسلام، صلى الله عليه وسلم، وضع حديثا رواه الإمام أحمد، نفس الكلام الذي قلته هو قاله قبل 1400 سنة تماما حرفيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى، رقم واحد، تظهر الفتن. والفتن الموجودة اليوم لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، ويكثر الكذب. كان الكذب عادة سيئة وذميمة، وكان الناس في زمن النبي ينبذون من يكذب. أيوه. طب اليوم الذي يكذب قد تجدينه يتصدر
الأحداث مثلا، لماذا؟ لأن هذه العلامة من علامات الساعة حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. طيب العلامة الثالثة قال وتتقارب الأسواق. طيب كيف لنبي أمي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لم يكن في مكة أو في الجزيرة العربية كلها إلا عدة أسواق أن صغير. يقرر حقيقة تقارب الأسواق وتلاصقها ببعضها وكأنه يراها عليه الصلاة والسلام؟ والعلامة الرابعة قال ويتقارب الزمان. تقارب الزمان ما هو سببه؟ في الماضي حتى يصل الخبر من مكان إلى مكان سرعة وصول الخبر تتعلق بالمسافة التي سيقطعها من ينقل هذا الخبر. فكان إذا حدث دلوقتي كلمة أمر واحدة على التليفون بتوصل للعالم كله. بالضبط. إذا حدث أمر قبل 1400 سنة في مثلا الشام حتى يصل إلى الجزيرة العربية يحتاج إلى مثلا 10 أيام أحيانا شهر حسب سرعة من ينقل الخبر. أيوة. اليوم نحن نرى كثير الخبر من الأحداث في السيرة النبوية أصلا. نعم. حصلت بسبب تأخر وصول خبر. بالضبط بالضبط. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يعلم من أخبار الأمم، كانت تأتيه الأخبار بسرعة الضوء كما يحدث اليوم. عندما أرسل رسولا إلى ملك الفرس كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي دعا عليه وقال مزق الله ملكه، ثم أخبر أن الله تبارك وتعالى انتقم منه وسلط عليه ابنه فقتله، ولم يكن أحد يعلم هذا الأمر، حتى إن ملك اليمن بعث رجالا ليحضروا النبي لينتقم منه كسرا، فأخبرهم بهذا الأمر. فملك اليمن عندما سمع ذلك قال والله إن كان صادقا لأدخلن في الإسلام. فعلا استغرق الأمر بحدود مثلا أسابيع حتى علم بالفعل أن ملك كسرى تمزق وأن ابنه استلم، فآمن وشهد أن محمد رسول الله. إذن نحن أمام حديث، ده كان وحي من ربنا سبحانه وتعالى بيوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أحداث مرتبطة يعني بالدعوة في الوقت ده ووصولها لكل الأشخاص. لكن اللي حضرتك بتذكره في أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما يحدث الآن من خلال أحاديث، فده كان ليه مغزى كمان كبير جدا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بمثابة تنبيه لينا احنا المسلمين او الناس كلها انها تاخد بالها انه خلاص القيامة اقترب. الساعة لا تقوم الساعة حتى. فإذا أيها الإنسان أيها المؤمن، إذا رأيت هذه الأحداث ورأيت أن النبي ربطها باقتراب الساعة، اعلم أن الساعة أصبحت قريبة. فكل واحد ينبغي أن يدرك هذه الحقيقة ليسارع إلى أن يعمل للآخرة، لأننا سنترك كل شيء في هذه الدنيا ونذهب بأعمالنا فقط. طب ليه إحنا في الدنيا يعني مهتمين قوي بالأحداث، مع أن كل إنسان فينا بتقوم قيامته بمجرد أنه هو يتوفاه الله؟ نعم، الحقيقة اليوم كما قلت يعني في الإعلام العالمي اليوم قائم على الإلحاد. النظريات العلمية مثل نظرية التطور وغيرها قائمة على الإلحاد، على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. حتى علم الطب وغيره لا تجدين ذكر لاسم الله في المراجع الطبية، في المراجع الهندسية، وكأن الله غير موجود، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بهذا الكون. يعني صحيح. كل ذرة من ذرات الكون، كل حتى الورقة عندما تسقط يعلمها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا المؤمن عندما يقرأ القرآن وعندما يدرك أن الله يراه وأن الله قريب منه، قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يشعر كل يوم بأن الآخرة قريبة وأن الموت قريب. والله تبارك وتعالى يقول
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. طيب أنا على موعد مع الموت، ألهث وراء الدنيا وأبني في دنيا فانية وأنسى أنني لن آخذ معي إلى قبري الذي هو عالم البرزخ الذي يمكن أن أمكث فيه إلى يوم القيامة. طبعا عالم البرزخ ممتد وعالم واسع جدا. طيب أنا سآخذ، أحدنا إذا أراد أن ينتقل إلى بيت جديد يأخذ معه حق، يؤسس ويضع ويختار أفضل شيء ليأخذه. صحيح صحيح. طيب نحن نختار أفضل شيء ليتركه في الدنيا، وأعمالنا التي ستذهب معنا إلى الآخرة، إلى العالم البرزخ والآخرة ننساها. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثر من ذكر هادم اللذات وهو الموت. وبالتالي عندما ربط عليه الصلاة والسلام، هنا ملمح آخر أيضا، عندما ربط هذه الأحداث باقتراب الساعة هو يريد لنا الخير. يعني أنت إذا كان لديك ابن مدلل محبوب تحرصين عليه، تخافين عليه جدا، تطلقين تحذيرات، انتبه هنا يوجد خطر، لا تمشي مع هذا الصديق لأنه سيضرك، سيأخذك إلى المهالك، لا تفعل كذا، لا تسرع في قيادة السيارة، لا تفعل لا تفعل، تحذير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بما أن الله وصفه قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا النبي الرؤوف والرحيم عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا أنه ذكرنا وقال انتبهوا أنا حريص عليكم وأريد لكم الخير. فإذا رأيتم هذه الأحداث وهذه الفتن وهذا القتل، هناك أحاديث أيضا تتحدث عن كثرة القتل، ورأيتم تقارب الزمان، تقارب الزمان هذا سببه ماذا؟ سرعة الاتصالات، سرعة يعني أنا حتى أذهب من مكة إلى المدينة كان يأخذ أيام، اليوم بالطائرة ربما ساعتين. نصف ساعة مثلا. يعني من مكة المدينة اختصرنا اختصرنا المسافة كثيرا جدا، تقارب الزمن. فإذا رأيت ذلك اعلم أن الساعة أصبحت قريبة، لأنه يقول لا تقوم الساعة وحتى يحدث كذا وكذا. فهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام عليه، صلى الله عليه وسلم. هناك طبعا أحاديث كثيرة جدا أيضا، يعني مئات الأحاديث، يمكن إذا جلسنا نعدد نحتاج إلى حلقات وحلقات. طيب الظاهرة اليوم التي يتميز بها العالم ظاهرة الاقتصاد العالمي القائم على المال. اليوم أصبحنا نسمع شخص لديه 20 مليار دولار، شخص لديه 100 مليار، شخص لديه 300 مليار. هذه الأرقام لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد يسمع بها. وفجأة كده كل الأرقام تحولت، بقت الأرقام اللي كنا بنشوفها كبيرة بقت صغيرة جدا، وظهرت أرقام تانية مختلفة تماما. بالضبط. فهذه الأرقام ظهرت، وظاهرة المليارديرات ظهرت بسبب انتشار التجارة. كان المجتمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قائم على الزراعة، يعني 90% من نشاطاته زراعة. والتجارة كان هناك قافلتين، رحلة الشتاء والصيف، أما معظم السنة مفيش حاجة، قائم على الزراعة وقائم على نشاطات أخرى. طيب لا أحد يتخيل عصرنا هذا. طيب النبي كيف وصفه لنا؟ أنا لماذا قلت وكأنه يراه صلى الله عليه وسلم؟ يقول في حديث رواه النسائي، النسائي رحمه الله، إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة شيء أن يفشو المال وتفشو التجارة. بتقول المرض فشى. ما معنى فشى؟ انتشر بكثرة. بقى كتير. يعني اليوم التجارة عصب الاقتصاد العالمي، المصانع والآلات والأجهزة وكذا. فيفشو المال وتفشو التجارة. طيب هذا الكلام على فكرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن يعني خيال علمي نسميه اليوم. ما حدش كان يتوقعه أو يتخيله أبدا نهائيا.
حتى هناك رواية ثانية يقول لا تقوم الساعة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. أيضا اليوم المرأة أصبح هناك منتديات لسيدات الأعمال، وأصبحت أيضا ملياردرات من النساء، وهذه الظاهرة لم تكن موجودة. يعني نحن لم نسمع في الجزيرة العربية أن هناك كان نساء أعمال وسيدات أعمال ولديهن المليارات. هذه يعني هذا كلام كان في ذلك الوقت خيال. اليوم سبحان الله أصبح هذا الكلام طبيعي جدا، وأصبحنا نراه يعني بشكل يومي ولا ننتبه له. تحدثنا عن موضوع القتل. القتل اليوم أصبحنا للأسف نجلس أمام الإنترنت أو الفضائيات ونعد أعداد القتلى من كثرة القتل، وتجدين أن الأخبار كلها قتل 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 صحيح. وأعداد نعدها. طيب هذه الظاهرة أيضا في زمن النبي لم تكن موجودة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالغزوة فيحدث فيها قتل قتل كام، يعني يعني 10 20 15 3 هكذا، هو أصلا وتنتهي المعركة. أعدادهم المشاركين في والأعداد الغزوة قليلة. كانوا قليلين آه أصلا بالضبط. ولكن اليوم أصبحنا نرى مئات الأشخاص يقتلون كل يوم، سواء في حوادث السيارات. يعني الحوادث اليوم تقتل الآلاف كل يوم، هذا الكلام. الحروب تقتل الآلاف، وأشياء أخرى. طيب والأمراض المصنعة يعني أو وهذا نوع من أنواع الفيروسات القتل على فكرة. يعني عندما ينشرون مثلا ما يسمى بفيروس كورونا وغيره طبعا من هذه الأوبئة، ينشرونها بهدف قتل الناس. هذا نوع من القتل لا يختلف عن من يقتل في الحرب أو غير ذلك، والتخلص من عدد كبير من بالضبط. السكان العالم علشان موارد العالم مش هتستحمل والمليار العالم ده كله الذهبي، والناس دي ويقولون كلها. أو يقولون هناك مليار، ينبغي أن يكون عدد سكان العالم مليار هو الذهبي، ونتخلص من هذه النفايات البشرية، لأن نظرية التطور لوثت عقولهم، اعتبرت أن الإنسان أصله قرد، وأن هؤلاء الناس عبارة عن مجموعة قرود تطوروا سيعيشون ويموتون يتحولون إلى تراب، وليس هناك بعث ولا إله ولا نشور ولا هناك أي شيء. وبالتالي لذلك الإلحاد من أخطر الأمور على الإنسان، أخطر من أي شيء آخر. لذلك هنا في القرآن، يعني لو خرجنا قليلا عن الموضوع، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء. لماذا؟ الإنسان يمكن أن يفعل أي فعل، الفواحش، السرقة، كذا، يغفرها الله. ولكن الإلحاد لا يغفر الله، لأن الإلحاد مفتاح الشرور كلها. وبالتالي هنا عندما نرى كما قلنا القتل كثر والزمان يتقارب، وحتى هناك ظاهرة اليوم نراها أن العلماء الحقيقيون قلائل بل يقلون تدريجيا. يعني لو رجعنا مثلا 100 سنة إلى الوراء وذهبنا إلى أي مكان نجد مئات العلماء الحقيقيين الربانيين. كلما تقدم الزمان أصبح العلم عملة نادرة وينتشر الجهل. يعني أنا عندما أقول في نظرية التطور، هذه النظرية التي يتبناها كبار علماء الغرب، يقولون إن كل شيء جاء بالصدفة، حتى هذا الإنسان الكائن المبدع جاء بالصدفة وتطور من سلسلة مخلوقات من فأر وكذا وإلى آخره حتى وصل إلى القرود ثم الإنسان. طيب هذا علم أم جهل؟ هذا جهل، وينشر باسم العلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا له حديث في البخاري، سبحان الله، والله كأنه يصور لنا الأشياء التي نراها. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، أيضا هنا تنبيه لكل إنسان مؤمن أحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام ورضي به نبيا ورسولا أن ينتبه أن النهاية قريبة. نحن لا نراها ولكن الله يراها. الله يقول عن يوم القيامة إنهم، عن البشر يعني،
وبخاصة للمشككين، إنهم يرونه يرونه بعيدا بعيدا ونراه ونراه قريبا. قريبا. طيب النبي يقول لا تقوم الساعة حتى، أول شيء يقبض العلم، يقبض يعني يبقى مش موجود. يعني العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الأمر بحديث آخر فقال لا يقبض الله العلم، ينزعه انتزاعا، يعني نحن ليس لدينا عالم ينام ثم يصبح جاهل، لا، بل قال يقبضه بموت العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وللأسف هذه الظاهرة بدأت اليوم. والله فأفتوا الناس فأضلوا أو يضلون ويضلون، يعني هو ضل وأضل غيره بغير علم، مثل الفتاوى التي نراها مثلا الدخان حلال في رمضان إلى آخره، لا نريد أن نعدد كثيرة جدا. فإذا انتشار الجهل، أن يفشو الجهل وأن يقبض العلم، هذه الساعة الظاهرة نراها اليوم واضحة أمامنا تماما. طيب الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. بالأمس كان هناك زلزال في المغرب وفي تركيا وفي أماكن كثيرة جدا. طيب هذه الزلازل ماذا يقول عنها العلماء؟ بالفعل يقولون إن العشر سنوات القادمة، يعني من 2020 إلى 2030، ستحدث كمية كبيرة من الزلازل في أماكن متفرقة. وهذه الزلازل العلم الحديث على الرغم من التكنولوجيا المتطورة وعلى الرغم من الأجهزة لم يستطع حتى الآن أن يتنبأ بالزلزال أبدا. سبحان الله، بقيت مفاجئة. سبحان الله. فإذا هنا وعشان يعني كأنه محتفظ باسمه مدى الحياة، زلزال يزلزل. يعني يزلزل الناس، قلوب الناس، الناس نفسها، الأماكن. سبحان الله. وهذه الظاهرة أيضا وضعها الله رحمة بنا، ربما تعجبين. طيب زلزال يقتل الناس، نعم. هناك زلزلة سنشهدها يوم القيامة، كلنا سيعيش هذه الزلزلة. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن هذه الزلزلة الكبرى التي سنراها والتي قد ينكرها البعض أو يتغافل عنها، كأن القرآن يريد أن يقول لك انظر كلما رأيت زلزالا تذكر زلزلة الساعة. سبحان وهذا الله. من حرص الله علينا، لأن الله يحب لنا الخير. صحيح. يعني أنا لا أتصور. أيوة، أصلا يعني دايما بتكثر أسئلة في وقت الزلزال، هل ده غضب من ربنا على الناس اللي حصل عندهم الزلزال؟ هل ده حصل علشان هم مقصرين في حق الله؟ هل ده بلاء من الله؟ فدايما بيتقال أسئلة بالشكل ده. نعم. ويعني وردود العلماء في الوقت ده بتبقى ان هو ان هي ملهاش علاقة بال يعني او ما نقدرش احنا اللي نحكم عليها انها بلاء على الأقوام دي، بما انهم خلاص احنا حكمنا عليهم ان هم مش كويسين. هو الزلزال حقيقة من يتعمق فيه، ونحن لدينا آيات قرآنية وأحاديث نبوية. طيب الزلزال يقتل عدد من الناس، والوباء أيضا يقتل عدد من الناس. صحيح. طيب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الوباء، عن الطاعون؟ إذا مكث الإنسان في بلده أو في بيته صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له، مات شهيدا. هذا بالنسبة للمؤمن، فإذا هو رحمة للمؤمن. فالزلزال هذا أو الوباء رحمة للمؤمن. بالنسبة للملحد والمشكك والظالم والمجرم، يعني إنسان كان يسرق وقت الزلزال وحدث الزلزال ومات، يعني يحشره الله مع المتقين؟ لا، سيحاسب. فإذا هو سلاح ذو حدين. أيوة. هو انتقام بالنسبة للملحد والمؤذي والمجرم، وهو رحمة بالنسبة للمؤمن يموت شهيدا. فإذا ظاهرة كثرة الزلازل هذه تحدث عنها العلماء اليوم، وقالوا إن السنوات القادمة ستشهد عددا كبيرا من الزلازل بدرجات أكثر من 6 أو 7 درجات، هذه الزلازل مدمرة،
يعني عندما يصل إلى 7 درجات أو أكثر يصبح تدميره عاليا جدا. طيب، ولا تقوم الساعة أيضا حتى يكثر الهرج. الهرج، قالوا ما هو الهرج؟ قال لا يدري القاتل، قال القتل، فلا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. فعلا اليوم تجدين حروبا عبثية لا معنى لها. طيب لماذا يقتلون هؤلاء الناس؟ لا شيء، ولا يوجد سبب. حتى أطفال القاتل تسأل بيحصل ده ليه، ولا حتى القاتل أبويا مات ليه، ولا أمي ماتت ليه، ولا أطفال زي تعرضت لده ليه، ما تلاقيش سبحان إجابة. الله، سبحان الله. فحتى القاتل لا يدري فيما قتل، والمقتول لا يدري فيما قتل. فهذه الظاهرة نحن اليوم نراها على الفضائيات وفي مواقع الإنترنت، ونرى أعداد كبيرة من القتلى لا نعرف لماذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الظاهرة الهرج، وبالتالي ظاهرة الهرج هذه لم تكن موجودة في زمن النبي أبدا يقينا، ولا بعده بمئات السنين. هي من سمات العصر الحديث الذي نعيشه اليوم، كثرة الحروب. وبالتالي هذا القتل الذي كثر، وهذه الأحاديث صحيحة في البخاري، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه حي بيننا. يعني انظري من رحمة النبي ومن يعني حلاوة حب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان عندما يشعر، عندما يقرأ هذه الأحاديث يشعر أن هذا النبي قريب منه. قرب النبي من المؤمن له إحساس حتى لو امتلك المليارات لا يشعر به. نبي كريم يحذرني، يريد لي الخير، يريد لي الحياة المطمئنة. صحيح. يعني الآن لو هو حتى التحذير زي ما حضرتك قلت، علشان ناخد بالنا إنه إحنا في الدنيا موجودين علشان نبني للآخرة، مش علشان بس نعيش الدنيا. وحتى التحذيرات دي ما هياش معناها برضو إن إحنا ما نعيشش، يعني خلاص نسيب كل أشغالنا ونسيب حياتنا ونعيش نفكر في إننا خلاص هنموت وخلاص مش محتاجين حاجة ومش هناخد حاجة من الدنيا معانا. مش هي الموضوع مش بالشكل ده. بالعكس، ده هو كل ما الإنسان بيطبق الدين في حياته وتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام بيرتاح أكتر وبيقدر يعيش أكتر، بيقدر يشتغل أحسن، بيقدر يؤدي أفضل، بيقدر يربي أحسن ويعمل أجيال جديدة أفضل وأحسن. صحيح. هنا يوجد ملمح مهم جدا، أن الله عز وجل أراد لنا التوازن في كل شيء. يعني لا تجعل الدنيا تطغى على الآخرة. صحيح. ولا تجعل الآخرة تطغى على الدنيا، تقول أنا أصوم ولا أفطر وأقوم الليل. لن تستطيع، لا يستطيع الإنسان. والنبي نهى عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أصوم ومن رغب عن سنتي فليس مني. صحيح. طيب هنا ملمح في القرآن الكريم لطيف جدا. القرآن تحدث عن الدنيا في آيات كثيرة. قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا. قال من الآيات الجميلة ربنا آتنا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب. فآيات كثيرة تحدثت عن الدنيا، وهناك آيات تحدثت عن الآخرة. قال وللآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. وللآخرة خير لك من الأولى. هنا ملمح لطيف جدا، أن الله عز وجل عندما أنزل القرآن وضع كلمة الدنيا في القرآن 115 مرة، وكلمة الآخرة وضعها 115 مرة، نفس العدد. نفس العدد؟ نفس العدد، نعم. سبحان الله. ما هي الدلالة أو الحكمة؟ ليقول لك توازن. التوازن. لا تطغى الدنيا ولا الآخرة على الدنيا. وبالتالي هذا أنا أعتبره من محبة الله لنا. يعني صحيح. إله عظيم. سبحان الله. ونبي كريم. واللي بيدل على كده برضو كمان الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من يعني من قام من يعني لو حد لقى نفسه يوم القيامة وفي ايديه غرسة فليغرسها. يعني احنا في اخر لحظة انا هشتغل، انا هعيش، انا هادي، من باب ماذا؟ يعني اوامر ربنا سبحانه وتعالى، من باب حب الخير للآخرين. لاننا اليوم فقدنا حب الخير لانفسنا. صحيح. انا عندما اغرس هذه انا قد لا انتفع بها،
ولكن غيري سينتفع بها. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما ما يحب يحب لنفسه. لنفسه. النبي أمرنا بأن نحب الخير للناس جميعا. وهنا لأخيه ليس من الضروري أن يكون شقيقه من أبيه وأمه. طبعا هناك أخوة النسب وأخوة الإيمان، إنما المؤمنون أخوة. وهناك أخوة الوطن في البلد أو الوطن، وهناك أخوة الإنسانية. كلكم لآدم وآدم من تراب. فأنا دائما أنظر إلى أحاديث النبي على أنها أحاديث عالمية. أحب أن أخذ المعنى الواسع. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يعني كل الناس. صحيح. أنا حتى الملحد أحب له الخير. وإلا لماذا له الخير. أنا والرسول عليه الصلاة والسلام كان النبي الوحيد حريصة. اللي ما دعاش على أمته، بالظبط، واللي بالزبط. كان دايما يقول يعني يوم لما أوذي في الطائف ونزل له ملك الأخشبين وقال له: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، قال: عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فطول الوقت كان عايش بيدعي على ويدعي الناس وبيدعي الأمم، أو يعني قريش أوذي منهم قدر ما أوذي، وكان نفسه أن هم كلهم يأسلموا، وأن هم وكان مستنيهم. ولما جاله مثلا سيدنا الوليد بن الوليد، لما جه يشهر إسلامه أو يعلن إسلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا على خالد بن الوليد وهو ما كانش لسه دخل في الإسلام، وقال له: أين خالد؟ يعني كتير كتير جدا من كان الأمثلة. حريص حريص ويحب الخير، وهو جاء رحمة للعالمين. لم يقل: وما أرسلناك إلا رحمة لقريش أو للعرب للعالمين. أو بل قال للعالمين، حتى الإنس والجن والكائنات والكون كله جاء النبي رحمة لهم جميعا. أنت سألت سؤال: لماذا تحدث هذه الأحداث؟ يعني ما الذي يجعلنا، يعني لماذا نرى هذا القتل وهذه الأحداث ونحن، يعني سبحان الله، يشعر الإنسان بالضعف. يعني اليوم حال الإنسان المسلم للأسف الشديد أنه يجلس ويشعر أنه ضعيف. طيب ما مصدرها؟ هذه الظاهرة أيضا تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر اليوم في أماكن كثيرة وبخاصة من العالم الإسلامي، تتكالب الأمم على هؤلاء الضعفاء في كل مكان، على فكرة ليس فقط في بلد معينة، في كل مكان. صحيح. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن علامات اقتراب الساعة؟ صور لنا هذا الواقع كأنه يعيش بيننا كامل، سبحان الله. قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. طيب كما تتداعى الأكلة على قصعتها. تصوري أناس جياع، وضعت لهم القصع والطعام، وهجموا هجوما واحدا، كل واحد يريد أنه ينتش ينهش يأكل. فعلا اليوم أنا هذا عندما أرى كثير من نشرات الأخبار، أرى هذا التكالب من الأمم، وهذا الـ 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 العنف والظلم ضد أناس أبرياء لا ذنب لهم. طيب قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ نحن لسنا قليلون. اليوم المسلمون عددهم 2 مليار مسلم، 2 مليار يعني عدد كبير. قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وفسر لنا هذه الظاهرة حبا لنا وتحذيرا لنا وتنبيها لنا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نحن، يعني عندما سئل لماذا نحن ضعفاء وقتا إذا كان كنا كثرة، قال: وتعلمنا وعرفنا، وبقى في بالزبط. تكنولوجيا، وبقى في حاجات كتير جدا بالزبط. استخدمناها. نعم. وعرفنا ونشرنا الإسلام. نعم. على يعني بكل الوسائل، بكل حاجة موجودة. يعني لو أي حد عايز بس يوصل لمعلومة، هيكتب أي كلمة بسيطة هيطلع له معلومات كتير جدا بالزبط. يمكن هو ما كانش أصلا نعم. بيفكر فيها. فالنبي فسر ذلك، قال: يقذف في قلوبكم الوهن. هذا مصطلح جديد كان على الصحابة عليهم، هم يعلمون أن الوهن، ولكن أرادوا أن يستفسروا. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الإنسان عندما يصبح عبدا للدنيا يتحول هو نفسه إلى رقم. اليوم أنا أمتلك كذا، غدا أمتلك كذا، غدا أمتلك، تصبح حياته أرقام. مثل هذا الإنسان الذي أحب الدنيا وأقبل عليها، أصبح مثله مثل أي ملحد أقبل على الدنيا. هنا الموازين، موازين القوة
هي الأسباب الدنيوية. هم أخذوا بالأسباب وطوروا هذه التكنولوجيا ونحن جلسنا، فأصبح الحال كما نراه اليوم. لذلك هذا تحذير لنا. بس قبل ما نمشي منها نعم حضرتك، نعم يعني هي لسه كنت بتكلمنا على الاتزان نعم وحب الدنيا وكراهية الموت، ده مش معناه ان احنا نكره الدنيا ونحب الموت، بل نعم برضو نوصل توازن. اه للتوازن اللي توازن. حضرتك اه ذكرته، بالضبط يعني نحب الدنيا ونحب الآخرة برضو. بالضبط. هو ما الذي يحدث اليوم؟ أننا أغفلنا الآخرة تماما وكرهنا الموت، مش عايزين نتكلم عنه، مش ولا عايزين يريد. سيرته. بالضبط ناس كتير تقول لا ما نعم حدش يقول السيرة دي قدامي، ما حدش يتكلم عنها، لا نعم لو حد توفى ممكن ما حدش يبلغ التاني عشان ما يبقاش يعني بيفول عليه بالبلدي او سبحان بالطريقة الله. العامية، وكأنه حاجة مش هتحصل، وكأن بدأنا يعني لا قدر الله ان احنا ننكر ده آه له يعني في نفوسنا، ما اقصدش ان احنا بنقولها. نعم. اليوم الحقيقة المطلقة الوحيدة التي سيواجهها كل واحد منا هي الموت. صحيح. يعني يمكن أن نقول هناك أحداث ستحدث، قد تحدث أو لا تحدث، ولكن الموت لا يمكن إلا أن لا يحدث. محالة. وأنا أعلم أنني على لقاء مع الموت. الله تعالى يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه فإنه ملاقيكم. ملاقيكم. طيب أنا عندي لقاء مع الموت ومؤكد ولكن مجهول. طيب أنسى هذا اللقاء وأنسى الحياة الحقيقية التي سأعيشها في البرزخ بعد الموت، وأبقى هنا في الدنيا حتى يأتي الموت مباغتا لي من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل لأجل قريب قريب فأصدق فأصدق وأكن وأكون من من الصالحين. الصالحين. هنا طبعا تأتي الإجابة الصادمة: ولن يؤخر الله الله نفسا أحسن إذا إلى جاء أجلها أجلها. والله خبير بما تعملون. إذن أنا كلما تذكرت الموت أكثر أصبحت أكثر نجاحا في الدنيا. لماذا؟ لأنني لم أعد أتمسك بهذه الدنيا بشكل يعني عنيف. يعني الذي يفكر بالموت يصبح أكثر تسامحا، صحيح. يعني يتسامح، يقول خلاص. أنا سأموت ولا لا داعي أن أشغل نفسي في مشاكل، الدنيا مش مستاهلة زي ما يصبح بنقول. أكثر عفوا عن الناس، يصبح أكثر عطاء. حتى هناك تجربة أجريت في الغرب لأناس كان لديهم مسابقة ووضعوا داخل اختبار أن يفكروا بالموت، أن يفكر أحدهم أن هذه المسابقة هي آخر عمل سأقوم به ثم سأموت، ووضعوا في هذا الجو بالفعل، وكانت النتائج عالية جدا. سبحان الله. لماذا؟ لأنه أعطى أفضل ما عنده. بينما عندما يكون الإنسان منغمسا في الدنيا عنده إحساس إن لسه في تكثر بكرة. الحسابات ويكثر الهموم وتكثر المشاكل في دماغه، وبالتالي بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة مودع. صحيح. الإنسان عندما يقبل يدرك على أن الصلاة. الموت قريب يصبح أكثر تسامحا وأكثر لا يضر أحد. حتى هناك دراسة لجامعة أورغون، وكلها جامعات غربية علمانية ليست إسلامية، ايوه. وجدوا أن الجريمة تنتشر في بيئة معينة أكثر من بيئة أخرى، وهذه الظاهرة دوختهم سنوات طويلة. علماء الجريمة لم يجدوا تفسيرا لها. أخيرا قامت جامعة أورغون، الجامعة العالمية المرموقة، بدراسة، أرادوا معرفة السر. تبين أن السر لا يخطر على بال أحد. ما هو؟ ايه هو؟ البيئة التي تكثر فيها الجريمة غالبا لا يؤمنون بوجود عذاب بعد الموت، أو في جهنم أو عذاب بعد الموت. أصلا البيئة التي يؤمنون أن هناك موت وهناك عذاب وعقاب تقل الجريمة لديهم. سبحان الله. إذن الله عز وجل عندما حذرنا من العذاب هو لمصلحتنا أيضا، هو ليس كرها بنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. وأعبد نعم الله كأنك تراه، أيوة هذا الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
فإنه يعني ويعني فكرة إنه الإنسان يحط ربنا سبحانه وتعالى قدام عينيه طول الوقت في كل تصرفاته وفي كل أفعاله وفي كل حاجة بيفكر إنه يعملها، مجرد التفكير ده بيخليه إنسان سوي، بيبقى صحيح. عارف إنه مثلا لو حد بيتكلم على حد، لو فكر إنه هو الشخص اللي بيتكلم عليه دلوقتي ده سمعه، هيغير طريقة الكلام أصلا اللي بيتكلم بيها، صحيح وهيتكلم بطريقة إنه الشخص ده قدامه. فما بال بالظبط. طبعا ولله المثل الاعلى، فما بال ربنا سبحانه وتعالى لو هو فعلا في قدام الانسان طول الوقت في تصرفاته، فعلا هيراعي ربنا في كل حاجه. إحساس بمراقبة الله. لذلك موضوع غض البصر مثلا، يعني كل الوسائل فشلت إلا آية واحدة، يعني فعلا أنا وجدت هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. عندما أنت تشعر أن الله قريب، الله موجود معنا الآن ويرانا، يصبح الإنسان تماما كأنه يقف أمام كاميرا في بث مباشر كما نقوم الآن، فيصبح حريصا على أن يضبط نفسه صحيح. وسلوكه وكلامه، ويحرص ألا تخرج منه أي كلمة. هذا هو حال المؤمن عند إحساسه بمراقبة الملك له سبحانه وتعالى. لكن وبالتالي حصل ايه بقى؟ وحضرتك ضربت مثل شائع جدا موجود في صحيح المجتمع، صحيح حصل انه الناس بدأت، وده هنقوله على كل الحاجات، بتقول ايه؟ لا ده اصل الراجل ربنا خلقه كده، ربنا خلقه كده ازاي؟ ما كان امره ازاي بانه يغض بصره؟ وهكذا بقينا نشوف مثلا نسب الطلاق دلوقتي في المجتمع عالية جدا، مشكلة. فبقينا نشوف على الانترنت او وسائل التواصل الاجتماعي انه عادي ما تتطلق، ما ايه اللي هيحصل لها؟ عادي ما يطلق ويقول ان هو طلق فلانه واتجوز التانيه تاني يوم وراح عمل مش عارفه ايه وفرح ما عرفش شكله عامل ازاي للاولانيه وللتانيه في نفس الوقت، صحيح صحيح. وبدا الموضوع يبقى للمجتمع مستساغ. وهذا له تفسير، يعني نحن عندما أغفلنا أحاديث النبي وآيات القرآن وقعنا في هذه المشاكل. في القرآن الكريم، يعني لا نريد أن نخرج خارج الموضوع، ولكن بما أنك هو بس يعني احنا أثرتي مش خارج الموضوع، بس انا يعني موضوعا بنتكلم في انه وهو من علامات القرآن الساعة والسنة كثرة الطلاق يعني. هو اصلا موضح نعم للاحداث اللي احنا، وضابط ورابط لكل حاجة في حياتنا. نعم يعني نعم مثلا، يعني والله انا كنت لسه بقولها في التليفون وانا جاي في الطريق، ربنا سبحانه وتعالى لما نزل الدين على البشرية، على نعم الانسان، نزله على الراجل زي الست، بالضبط نزل على بالضبط الاثنين، القرآن نازل للاثنين، صحيح. السنة نازلة للاثنين، مفيش نعم حاجة فرقت ما بين انه المجتمع يقبل تصرف الراجل في حاجة لا لا معينة لا 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 ويرفضه في لا لا الست، لا لا ولا انه حتى يقبل للست حاجة هي ما كانتش معهودة عليها او ما كانتش نعم نازلة للستات مثلا ونازلة للراجل نعم وهكذا. بل في القرآن الكريم لا توجد آية تأمر المرأة أن تستوصي بالرجل خيرا، صحيح. ولا يوجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة قال والسلام للرجل استوصوا بالنساء نساء خيرا، حمل خير. المسؤولية للرجل. لماذا؟ لأن المرأة أراد النبي لها أن تكون مثل جوهرة مكنونة، لها قيمتها، لها كرامتها، لها يعني وضعها في البيت أنها مكرمة، والرجل هو الذي يقوم على رعايتها. في القرآن الكريم ماذا قال سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. قال مخاطبا الرجال وليس النساء، هذه الآية للرجال، قال وعاشروهن بالمعروف. أمر للرجل، لأن الرجل هو الذي بيده المفتاح هذا الأمر. طيب، فإن كرهتموهن فطلقوهن. لا، الإنسان أحيانا يكره، لابد متطلبات الحياة أن عسى أن يكره تكرهوا سلوكا شيئا. من زوجته، أو يكره كلمة منها، أو يكره شيئا معين. طيب، فإن كرهتموهن ما هو العلاج؟ اضربوهن. لا، طلقوهن. لا، قال فإن كرهتموهن فعسى أن أن تكرهوا تكرهوا شيئا شيئا ويجعل ويجعل الله الله فيه فيه خيرا خيرا كثيرا. كثيرا. بالفعل كل إنسان لديه امرأة وصبر عليها، إذا كان لديها خلق لا يعجبه، قد يكون بالنسبة لها صحيح وطبيعي، ولكن هو لا يتحمل ولم يعجب بهذا السلوك، ولكنه صبر تطبيقا لهذه الآية، لابد أن يحصل على خير كثير. والخير الكثير ذكر مرتين في القرآن فقط،
عبارة خيرا كثيرا لم تذكر إلا مرتين في القرآن. مرة مع النساء قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذه المرأة. والأمر الثاني قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني انظر إلى هذه المكانة للمرأة في القرآن، أنه وضع الحكمة والمرأة فيهما خير كثير. طيب هذا الأمر ينبغي على الرجل أن يدركه لكي يرتاح في حياته. الذي لوث عقولنا هذه الأفلام والمسلسلات والأفلام الدرامية والمسلسلات الرومانسية، تعطي صورة خيالية للمرأة تزرعها في عقل الرجل، ولكن الواقع مختلف. حتى هذه الممثلة التي نراها أمامنا أنها في قمة المثالية والرومانسية، انظري إلى حياتها تجدين طلقت، تزوجت، طلقت، مما يعني أن حياتها الزوجية كانت فاشلة، كثرة الطلاق تدل على الفشل. وبالتالي عندما نزرع في دماغ الرجل هذه الصورة الخيالية غير قابلة للتطبيق، صحيح، خلال المسلسلات والأفلام، يأتي للواقع يرى الأمر مختلفا. وهنا تحدث المشكلة. بينما القرآن ماذا قال؟ عالج الخلل قبل وقوعه، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم إن الصبر على الزوج أو الزوجة له أجر عظيم. أكثر ما يضيء قبر الإنسان هو الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال والصبر ماذا؟ ضياء. أنا ذاهب اليوم إذا انقطع التيار الكهربائي ساعة، تجدين الناس يلهثون لمصباح طوارئ ولبطاريات وكذا. طيب أنت ذاهب إلى قبر ربما تجلس ملايين السنين إلى يوم القيامة، صحيح، وفي ظلام كامل، صحيح، ألا تأخذ معك شيئا من الضوء وهو الصبر؟ سبحان الله. نعم. سبحان الله. فإذا يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل أصلا أجر الصابرين بغير حساب. بالضبط. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وشرط من شروط، شرط أساسي من شروط دخول الجنة الصبر. ماذا قال تعالى؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك كل الأنبياء صبروا. وكل المؤمنين صبروا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يخلقه الله في الهند أو في عند الرومان أو في الأماكن هذه الفاخرة؟ خلقه في الجزيرة العربية وتعرض لأكثر أنواع الأذى وشوهت سمعته وأوذي في الله وصبر كثيرا وتحمل كثيرا. لماذا؟ كالورق الشجر. لأنه سيبلغ منزل عند الله كبيرة، عالية جدا. وهذه المنازل الإنسان لا يبلغها إلا بالصبر. من الأحاديث الجميلة جدا التي يغفلها كثير من الناس، لا يتذكرونها للأسف، يعني وهو حديث صحيح في صحيح ابن حبان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله أن يعني إذا كتب الله للعبد منزلة عنده لا يبلغها بعمل، يعني إذا صام وقام ووزع المليارات وفعل كل شيء لا يبلغها إلا بعمل واحد، ما هو؟ قال فيبتليه الله بما يكره. إنسان يكره الظلم يسلط عليه ظالم يظلمه. إنسان يكره المرض يبتليه الله بالمرض. إنسان يكره الفقر يبتليه الله بالنقص والضيق. طيب فيبتليه بما يكره حتى يبلغه هذه المنزلة. إذن هناك منازل لا يمكن أن ينالها الإنسان لا بصيام ولا قيام ولا صلاة ولا قراءة قرآن ولا غير ذلك. سبحان الله. بالبلاء. وهو يعني نوع مجاني للحصول على درجات عالية في الجنة، لأن البلاء أنا مجبر أن أصبر، ولكن هناك فرق. أن أصبر صبرا جميلا كما صبر سيدنا يعقوب عليه السلام. عليه السلام. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. كان ينظر دائما إلى الله عز وجل وحكمة الله في كل شيء. فالصبر هو علاج أنا أتصور لكل مشاكل العصر اليوم. سواء مشاكل في البيت، في الأسرة، في العمل. الإنسان عندما يصبر يتحمل يتسامح
فهذا بيسلم هو امره، حسن وفي الخلق. تسليم كبير جدا لامر الله نعم سبحانه وتعالى والرضا بالقضاء والقدر، وهو يعني ركن من اركان الايمان. نعم فيعني هو في حاجات كتير جدا جواه، حتى انه يقال انه لو لقوا الناس لما تيجي يوم القيامه، لما بتشوف اهل البلاء بتتمنى انها تكون كانت واحده منهم، علشان خاطر من بالظبط. الجزاء نعم اللي ربنا نعم سبحانه وتعالى نعم جعله ليهم. نعم صحيح. طيب الواقع الذي نعيشه اليوم، لماذا نعيشه الآن كما نرى؟ اليوم اذهبي إلى قاعات المحاكم مثلا، آلاف القضايا نصب واحتيال وعدم أداء الأمانة إلى آخره. طيب هذه الظاهرة لم تكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة بالعكس والسلام. كان العرب العربي الأصيل حتى في زمن الجاهلية إذا تكلم كلمة وتراجع عنها كارثة، هذه سبة في جبينه حتى يموت يعني. الحرب او يعني الغزوات دي كان فيها اخلاق، كان فيها في انه أخلاق، يعني في نعم حاجات نعم بيتفقوا عليها خلاص لذلك تنفع تتعمل نعم وحاجات ما تنفعش تتعمل. بالضبط. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قلة الأمانة التي نعيشها اليوم. ماذا قال عليه الصلاة عليه والسلام؟ الصلاة قال: والسلام. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. واليوم فعلا، اليوم نحن إذا أراد الإنسان أن يقترض مبلغ أو يقرض مبلغا، يأخذ عليه شيكات 60 ورقة وما وعقود بيحصلش على حاجته كمان بعدها، وعلى الرغم من ذلك ما بياخدش تجدين حاجته، مشاكل. تصوري. والقانون بيروح نعم يرفع والمحكمة وكل حاجة ليها إجراءات وليها وقت طويل جدا، ومفيش سبحان حد، الله والناس بتستحل ده. وإن كان يعني مين سبحان الله أكتر حد تتوسم فيه إن هو يبقى شخص مثلا لا ده محترم، ده صادق، ده نعم بيصلي، ده وبرضه تلاقي منه نفس السلوك، سبحان الله، يعني بالضبط تتفاجئ. بالضبط. لذلك يعني اليوم أيضا من الظواهر التي انتشرت حقيقة والتي صورها لنا النبي عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة والسلام وفيها تحذير أيضا. كلامه اليوم في البيوت أنت ذكرت موضوع الطلاق ونسب الطلاق وغير ذلك، هناك ظاهرة هي عقوق الأبوين للأسف، سببها البعد عن القرآن، لأن الله عز وجل عندما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين وبالوالدين إحسانا. إحسانا، يعني أراد للوالدين أن يأخذا منزلة عالية جدا جدا بعد عبادة الله، ليقول لك انتبه احذر، يمكن أن تخطئ في أي مجال إلا الأبوين. ولكن اليوم كثرت هذه الظاهرة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام علم بها؟ نعم. في حديث رواه الترمذي ماذا يقول؟ حتى أعطانا موضوع شامل، قال عن علامات الساعة، قال يعني انتظر الساعة أو لا تقوم الساعة أو من أشراط الساعة: إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه. يا خبر. وهذه الظاهرة اليوم بالفعل تجدين أن معظم الشباب اليوم، كثير منهم يرتاح مع أصدقائه ويجلس معهم ساعات طويلة، والأب عندما يدعوه لأي أمر يتذمر ويشعر بالضيق ويشعر بالجفوة بينه وبين أبيه. بنفس الوقت لا يراعي هذه الأم التي حملته وأكرمته، فيطيع امرأته أو زوجته على حساب أمه وبالخطأ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب هذه الظاهرة كثرت اليوم، ما سببها؟ سببها البعد عن الله، وأننا طبعا. لم نقرأ هذه الأحاديث. يعني أنا عندما أقرأ هذه الأحاديث حقيقة أنا أحذر وأراعي حق الله سبحانه وتعالى، سواء في الزوجة أو في الأم، وعاشروهن بالمعروف. أيضا أنا لدي أمر قوي جدا يقول لي: وعاشروهن في المعروف. وآخر كلمة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع، آخر شيء في خطبة: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا. فإذا التوازن زي ما أنا يجب حضرتك أن يكون لدي توازن بين الأم وبين الزوجة صحيح، وبين الأب وبين الأصدقاء، أعطي لكل حق حقه. فهذا أيضا من بس احنا أشراط برضو الساعة. حضرتك نعم يعني قدسية الـ 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 الأب نعم والأم أو الخطأ في حق
الأب والأم، ما هي دي برضو انهارت، ما بقتش موجودة عند ناس كتير طبعا، يعني أكيد في ناس محافظة على ده، لكن برضو ده سببه يعني سبب كبير منه جدا برضو السوشيال ميديا، يعني بقى بالظبط موجود عليها تأثيرها. حاجات كتير مختلفة، زي ما فرحنا أو شفنا في الأول الناس اللي هي بتصور أهلها علشان خاطر تعمل نسب مشاهدات أعلى، وبالتالي بقى الموضوع يعني في نوع كده من مش عايزة أقول بس استهتار، بلاش حاجة تانية، بس حصل ده عند ناس كتير، وبدأت الناس تشوف إنه خلاص الموضوع عادي، وإنه ممكن حد يعمل حاجة غلط برضه ينشرها على طب وسائل التواصل الاجتماعي. لماذا يحدث هذا الأمر؟ البعد عن تعاليم القرآن، وأن نشغل أوقاتنا في كلام فارغ. اليوم يعني كما قلت لك، سياسة مواقع التواصل يوتيوب وفيسبوك وغيرها أن تبث اللهو، اللهو دائما، صحيح صحيح، الفضائح، الأشياء التافهة، الأشياء التي تحرض على الجريمة، تحرض على وبرضو حقوق ربنا نهانا الأبوين. عن اللهو ده في القرآن الكريم، نعم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله. احنا بقينا نقيس نفسنا كلنا من خلال سبحان التواصل الله. الاجتماعي. فلذلك هنا القرآن الكريم، عندما أراعي القرآن صدقيني أنا أرتاح نفسيا، لأن الله عندما خلق الإنسان خلقه وهو يعلم ما بنفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس وسوس به به نفسه نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هذا الإنسان الله وضع له أسلوب حياة مريح جدا، يعني مثلا حرم التجسس، حرم النميمة، حرم الغيبة، حرم الاستهزاء، حرم الظن السيء، حرم أيضا الخمر، حرم لماذا؟ لسلامة الإنسان. الخمر يسبب 7 أنواع من السرطان. اليوم أصبحت الخمر تسمى مشروبات روحية أو كحولية وأسماء أخرى أيضا لم تكن معروفة. أيوة. طيب هل هناك إنسان على ذكر علامات الساعة يستطيع أن يتنبأ أن هذه الخمر التي طيلة مئات السنين لها أسماء محددة ومعروفة عند العرب، أن تسمى بغير اسمها ويخرجون بأسماء جذابة؟ النبي أخبر عن هذا الأمر، ماذا قال عن عليه الصلاة الأسماء والسلام؟ كمان نعم، عليه قال الصلاة في والسلام، حديث رواه الإمام أحمد: لتستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. سبحان الله، يعني كأنه يعيش بيننا صلى الله عليه وسلم. الله طيب عليه اليوم وسلم. هناك فودكا، ويسكي، شمبانيا، بيرة، كلها أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وحدد لنا من رحمته صلى الله عليه وسلم، حدد لنا ما هي الخمر. طب قد يقول قائل المخدرات لم يذكرها النبي، لا ذكرها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ عرف لنا، قال: كل مسكر خمر، كل ما أي حاجة يسكر بتذهب العقل. ويذهب العقل خمر، سواء كان أي شيء، وكل خمر حرام. ثم في حديث آخر قال: ما أسكر قليله فكثيره حرام. اللي دراسة قليل منه نشرت على موقع بي بي سي يقولون إن الخمر يسبب 7 أنواع أساسية من السرطانات، مثل سرطان الأمعاء أعوذ وغير بالله. ذلك، أعاذنا الله جميعا من يا هذا. رب يا رب. وقالوا لا توجد حدود آمنة، كانوا يقولون في الأسبوع 3 كؤوس مثلا، ثم 2 ثم 1، أخيرا قالوا لا توجد حدود آمنة، لأن القطرات القليلة من الخمر قد تؤثر حتى على الجنين في بطن أمه، تحدث له تشوهات، أعوذ تحدث له بالله، مشاكل. سبحان الله. فإذا الأفضل أن تبتعد عن الخمر. هذه النتيجة وصل إليها العلماء اليوم في القرن 21. النبي لسه عليه الصلاة دلوقتي. والسلام قبل 14 قرنا ماذا قال؟ قال: ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله فقليله حرام، حرام. وقال إنه لا خير فيها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن الواقع اليوم الذي نعيشه، ماذا يدل ذلك؟ يدل على أولا أنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم هذه معجزات حدثنا عنها تشهد بصدق رسالته، طبعا. هذه الرسالة الأولى. يعني هنا يمكن أن نسرد عددا من الرسائل خلال هذه ما رأيناه من أحاديث غيبية.
صحيح. أولا تشهد بأنه رسول الله، لأنه لا يمكن لأحد أن يعلم هذه المعلومات لو لم يكن رسول من عند رسولا الله. من عند الله، وأن الله هو الذي علمه. وإثبات على صدق قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية لمنكري السنة، من يقول لسنا بحاجة للأحاديث اليوم. أيوة. طيب أنا لدي لازم أحاديث، تقول أنا ما باخدش غير من الكتاب بس، من القرآن الكريم بس. يعني هو حتى من القرآن، هو يخالف القرآن، لأن صحيح لأنني أنا درست هذا الموضوع جيدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الرسول وأطيعوا الله والرسول، ومن يعص الله ورسوله. دائما مقترن طاعة الله بطاعة الرسول. حتى هناك آية غريبة، لا يوجد وأطيعوا الله فقط في القرآن كله. أنا بحثت هذا الموضوع، في القرآن كله لا يوجد أطيعوا الله فقط، بل يوجد وأطيعوا الرسول فقط. سبحان الله. لماذا؟ لأنه قال في الآية الأخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أطاع الله. طيب أنا اليوم في القرن 21، أنا أعيش اليوم، أريد أن أطبق هذه الآية. أريد أن أطيع هذا النبي الكريم، كيف أطيعه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، علشان أبقى كده بطيع الله سبحانه وتعالى. بالضبط. إذا لم يكن عندي كلام للنبي أستطيع أن أخذ به وألتزم به، طيب أطيعه في ماذا؟ ثم إذا كان المقصود وأطيعوا الرسول أي تطبيق القرآن، إذن هنا أصبح لدينا تكرار غير ضروري. والقرآن لا يوجد فيه تكرار. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طيب أطيعوا الله بتطبيق القرآن، طيب أطيعوا الرسول أيضا بتطبيق القرآن، إذن كأن القرآن يتحدث بزيادة لا داعي لها. وحاشا لله أن يكون هناك كلمة طبعا لا داعي لها في القرآن. القرآن كله إعجاز من أول حرف لآخر حرف. طيب هذه الأحاديث التي رأيناها اليوم، أنا لولا أنها وصلتني، طيب ما الفائدة إذا أنكرتها ولا شيء؟ يعني مثلا هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أيضا، وهذا الحديث رواه ابن ماجة. اليوم كثرت الأغاني واللهو والمعازف والنساء وغير ذلك. النبي ماذا قال؟ وكثر معها ظاهرة ربما لم ينتبه لها لأنها جديدة، يعني ظاهرة الخسف. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. ورأينا كيف أن هناك بقع كثيرة يخسف ببيت برجل بعمارة. قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات، يعني نساء اللواتي يعني. فإذا أنا هذا تحذير أن أرجع إلى الله، أعود إلى الله، وألتزم بما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسالة الثالثة أن هذه الأحاديث رحمة بالناس، وبخاصة المؤمنين، من يؤمن بها. صحيح. أنا عندما يحذرني شخص هنا يوجد خطر، لا يلتزم بها ويصدقها، فهو كده ربنا يرحمه. فأقول جزاك الله خيرا، أما أقول أنا لست بحاجة لنصيحتك، طيب كيف خلاص سأعلم؟ بالضبط. الرسالة أيضا الرابعة: اقتراب القيامة ينبغي أن نتوب إلى الله، وهذا هو أهم في الأمر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. 100 مرة، نعم. فإذا عندما أتوب إلى الله وأرجع إلى الله، وأتذكر أن الساعة قريبة، وأتذكر أن الموت قريب، يعني الموت قريب جدا من كل إنسان، هو شعرة فقط. صحيح. ثانية، والإنسان عبارة عن دقائق وساعات وأيام. أنا أتخيل دائما أنني عندما أسير في هذه الأرض هناك هدف هو الموت ينتظرني، أنا على لقاء موعد معه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وفي الآية الأخرى ملاقيكم، إذن لدي لقاء مع الموت. الآية الأخرى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج. إذن أنا في سباق، لاحظ الدقة، يعني تقول أنا سأدرك فلان، يعني سألحق به. إذن هذا الموت هو يلحق بي ويقترب، يقترب هكذا، وأنا على موعد معه
وسوف ألقى هذا الموت عاجلا أم آجلا. ربنا يحسن لذلك ختامنا هذه جميعا الأحاديث هي تذكرة أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى يا رب. ربنا يعيننا ان شاء الله يا رب، ونرجع لربنا سبحانه وتعالى إن ويردنا شاء اليه الله. ردا جميلا ويحسن ختامنا جميعا. بشكر آمين حضرتك إن يا شاء دكتور الله. عبد الدين، نورتنا بارك الله فيك وسعداء دايما بوجود حضرتك، ونكمل ان شاء الله في حلقه جايه باذن الله. إن شاء الله شكرا إن شاء جزيلا، الله نتشرف. ومشاهدينا يا رب تكون حلقتنا عجبتكم، وان شاء الله اشوف حضراتكم مره تانية بألف خير في كلام عوام.